السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامج ألحان السماء. حلقة النهاردة فعلا متميزة لأننا بصحبتنا قارئ ومنشد، قارئ ومبتهل من العيار الثقيل جدا جدا جدا، وحقيقة أنه ظلم في حياته أنه لم يأخذ حقه، وكمان انظلم يوم ما توفى. الإعلام أصر في أنه ينقل خبر وفاته لمحبيه، لكن صوته وفنه ملأ أرجاء العالم كله. كل الفنانين مغرمين بالشيخ محمد عمران لأن أداؤه غريب وعجيب، وحضرتك هتشوف ده كله بنفسك. مش أنا اللي أتكلم عن الشيخ محمد عمران، لكن عايزين مع بعض نتعلم من المدرسة دي ونشوف المدرسة دي ليه انظلمت. فضيلة الشيخ محمد عمران، اسمه الكامل محمد أحمد عمران هريدي السيد، اتولد في 15 أكتوبر سنة 1944 في مدينة طهطا محافظة سوهاج، وفقد بصره بعد ما اتولد بسنة. أتم حفظ القرآن وهو عنده 10 سنين، وكان الشيخ سيد النقشبندي في الوقت ده متجوز في طهطا، وسمع الشيخ محمد عمران نصحه بشدة أنه يزور القاهرة أو ينزل القاهرة في أقرب وقت، والشيخ محمد عمران ما كدبش خبر ونزل على القاهرة في سن ال 12 سنة. راح التحق بمعهد المكفوفين للموسيقى علشان يتعلم أصول فن الإنشاد الديني والموشحات والمقامات الموسيقية، ودرس الموسيقى على أبوها، وده سبب القنابل اللي هنسمعها كمان شوية. في بداية السبعينات وهو عنده تقريبا 26-27 سنة، دخل اختبار إذاعة القرآن الكريم كمبتهل وتفوق بشدة، وتم اعتماده كمبتهل، لكن هو في الحقيقة قارئا ومبتهلا عظيما، وقطع شوط كبير جدا ورحلة كبيرة جدا مع كتاب الله تعالى ومع الإنشاد الديني والابتهالات، وتوفى يوم 6 أكتوبر سنة 1994 عن عمر يناهز 50 عام. من نصائحه للقراء والمنشدين أنه دايما كان ينصح القراء والمبتهلين اتعلموا المقامات الصوتية واتعلموا موسيقى كويس، واحفظوا كويس تواشيح وموشحات وكلمات تراثية لأنها ستثري رصيدك النغمي. ومن نصائحه للمبتهلين إن لازم المبتهل يحفظ ويبقى قارئ للقرآن بشكل كويس جدا، وكان دايما يقول اوعى تاكل قبل الأداء مباشرة لأن الأكل بيكبس على النفس وبيخليك ما تقدرش تأدي بشكل كويس. وطبعا أثرى الفن وأثرى التسجيلات الإذاعية والغير إذاعية في الحفلات وفي الأمسيات بتسجيلات غاية في الروعة والإتقان، لدرجة أني احترت أشد الحيرة أنا أقدم لكم إيه ولا إيه النهاردة، لكني استخرت الله تعالى وهقدم لكم تلاوة إن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله نتعلم منها كتير جدا. هذه المقدمة منقولة عن صفحة الشيخ محمد عمران نفسها. أما بالنسبة لإمكانيات ومميزات وعيوب مدرسة سيدنا الشيخ محمد عمران، ده اللي هنسمعه إن شاء الله في نهاية التلاوة اللي الله أعلم هتكون بعد كام حلقة. إحنا هنبدأ النهاردة ونقول يا هادي يا رب ويا مسهل، ونجهز كده ونجيب كوباية القهوة بتاعتنا ونبدأ على بركة الله، ونشوف سيدنا الشيخ محمد عمران هيعمل فينا إيه. سوف يتلو علينا ما تيسر من سورة فاطر إن شاء الله. يلا بينا نسمع. بعد أن سبح الشيخ أحمد عبد الجواد الدومي بأرواحنا فوق السماوات العلى، نقدم لكم الصوت الملائكي الذي يأخذ بالألباب ويدخل إلى القلوب بدون استئذان الأذان، القارئ الكبير الشيخ محمد عمران. كان فكاهي جدا ما شاء الله عليه. الله ما تخش من دلوقتي. لا حول ولا قوه الا بالله. هتشارك هتزوم من دلوقتي. قول له انت هتكح من دلوقتي. قول له انا حر يا اخي. هتشاركني. شكل بقى يا عم.
شايفين التسليك؟ هو كده بيسلك وبيجيب الطبقة. أعوذ من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله فاطر السماء الله 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 الله. بدأ بداية قصيرة وهادئة متأني جدا. جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة صف البيات. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. الله. مقام الشوري، بيات شوري. وما يمسك فلا مرسل له من بعده. الله، لا إله إلا الله. جنس الحجاز اللي في البيات الشوري، مركز عليه في الجواب. فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة
بسم الله. بادئ بياتي وقفل راست وكأنه بيقول مقام النيروز، لكن هل هيستقر في الحتة دي؟ خد بالك واحدة واحدة، لان ده بالذات هيتوهك. احسن تتويه ما بيقولش مقام صريح، يعني مش هتلاقي البياتي بياتي والراست راست ولا الكلام ده، لأ. المقام من الشيخ محمد عمران حاجة تانية، لان زي ما انت شايف كده هيجننا معاه. بس انا محاول ان انا بقدر الامكان اتمالك اعصابي علشان تعليقات الناس اللي عمالين يقولوا انت بتنفعل وانت 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 وانت، انا ما عليا بيهم، بس احتراما للبرنامج اللي انا بقدمه. يعني الله، راست سرقنا سرقنا. عمل ايه؟ عمل خدعة. ايه هي الخدعة؟ بدأ بياتي، راح شوري، راح لجواب البياتي، ومن البياتي رجع من البياتي قفل مقام النيروز اللي هو نصه التحتاني راست ونصه الفوقاني بياتي، وهو من مشتقات الراست. ودلوقتي دخل راست بقى، يعني هو سرقك باستخدام مقام فرعي ربط بين مقامين أساسيين، فأنت مش عارف إذا كان نقل ولا لأ. أنا لو هسمع من غير محلل لهاخد بالي إذا كان راح بياتي ولا هاخد بالي إذا كان راح فين. ليه؟ لأن هو سرقك زي الشعرم العجين، ما تحسش بيه، خفة يد ملهاش حل. راست وصل لدرجة الصول جواب الجواب، وهو مرتاح وهو لسه بادئ. بسم الله ما شاء الله. وشوف الراست، حتى الراست نفسه مختلف، مش زي الراست اللي بنسمعه أو سمعناه في الحلقات اللي قبل كده. نسمع ونتعلم ونعمل بنصيحته هو لما قال احفظوا رصيد نغمي. احنا دلوقتي قاعدين بنذاكر، بنحفظ رصيد نغمي مختلف من كل شيخ، ده لوحده بعشرين شيخ. فنسمع ونركز. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله فاطر السماوات والأرض. الله، رجع لقرار الرست. يا ويلي الملائكة يردوا لنا
لك. وهو مهد له رجع راسه اصلي. يزيد في الخلق ما يشاء. الله. ان الله على كل شيء قدير. الله. في هنا موطنين جمال. الموطن الأول إن القارئ لما بينحصر في جواب الرست وبالذات لو صوته لامع وجميل ومتألق ومتعايش معاه زي الشيخ محمد عمران كده بيبقى صعب إنه يخرج منه. الشيخ محمد عمران قال الجملة دي مختلفة غير الجمل بتاعة جواب الرست علشان ما يرهقش نفسه في البداية، ولذلك قال الجملة نفسها مختلفة. الجملة التانية أو الموطن الجمالي الثاني القفلة بتاعة الرست اللي عرب فيها على مقام النهواند وكانت غير متوقعة وغير مسبوقة وشيء رائع للغاية. فهنا موطنين اتنين جمال أجمل من بعض، وعلشان كده هنعيد الآية دي تاني. الله على الجمال. الله. في الجملة السابقة في الجملتين اللي قبل دي كان بيطلع فين؟ للجواب. بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا ويكمل. هنا بقى لأ، قالك لازم أغير. بسم الله الرحمن وهكذا. في تنويع نغمي دقيق جدا 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 وهيجننا كلنا إن شاء الله. والحد هنا نكتفي بهذا القدر في الحلقة دي، ونستكمل مع بعض إن شاء الله في الحلقة الجاية هذه التلاوة لفضيلة الشيخ محمد عمران. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والكومنت والشير وطبعا السبسكرايب في القناة، واستنانا الحلقة الجاية. نشوفكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.